اليوم نعلن عن انطلاق المشروع، والحفل الكبير إن شاء الله تاع الزواج الجماعي راح يكون يوم 5 جويلية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب. درنا لقاء لتحسيس المحسنين، شيء طبيعي باش المحسنين اللي عاونونا في السنة الماضية إن شاء الله يكونوا نكرموهم إن شاء الله، وفيهم ناس اللي شاركوا معنا في الطبعة الجديدة هذه، وإحنا هذه كله باش نربط التضامن للشعب الجزائري. المبادرات اللي تدخل في إطار التضامن على المستوى المحلي يلقى كل دعم من السلطات الولائية، ونشجع مثل هذه المبادرات. سي فريمون فورميدابل دافوار دي بيرسون كي سانجاج اي كي دون دو لور تون اي دو لور مويان بور بيرميتر جوستومون à d'autres, à des jeunes ou à d'autres personnes qui ont eu moins de chance dans le début de leur vie et pour leur permettre de s'intégrer ou de se développer au mieux dans la société. مستقبل الأمة مرهون بأمرين، صلاح الأسرة، صلاح الأسرة وامتداد تكوين الشباب الذي نحرص على جمع كلمته. نظن احنا كرياضيين او مختلف يعني القطاعات، الناس دائما تحضر، ورئيس الجمعيه سي علي شواطي يعني مشكور على هذه كاع المبادرات.